لو الحكاية فيها إن فيتو الشركة بتعاني من سوء الإدارة بعد قرار الحكم عليها بالإعدام وخصخصتها، وبعد ما كانت الشركة من أكبر شركات المقاولات المصرية واشتركت في معظم مشروعات البنية التحتية للدولة والمشروعات القومية، تحولت بفعل فاعل أو فاعلين إلى خرابة، وترك للطامعين ووليمة لعشاء اللصوص. بعد أن كانت في ظل إدارة الدولة اللي كان بيتقال عليها أنها غير كفأة، كانت الشركة من الشركات الرابحة، الشركات التي لا يتوقف فيها العمل، كانت آخر ميزانية قبل ما يسمى بالخصخصة، كانت الشركة عاملة أرباح 37 مليون، وكانت من الشركات كثيفة العمالة في مصر، وكانت بتضم 7000 عامل وموظف. النهاردة الكلام ده كان في سنة 97، النهاردة في سنة 2014 الشركة عاملة خسائر جاوزت المليار جنيه، وحجم العمالة فيها تقلص حتى أصبح 2100 عامل. الشركة مرت بمراحل كتيرة على طريق تدميرها وتخريبها حتى وصلت إلى القاع في الوقت الحالي. منذ بداية موضوع الخصخصة اتباعت مشروعات الشركة تقريبا كلها بحجم عمل 2 مليار جنيه، اتباعت بالأمر المباشر خارج الأطر الشرعية والقواعد والقوانين المعمول بها في عمليات الطرح والبيع والإسناد، وبخسارة تعاقدية تجاوزت 250 مليون جنيه. يعني بخسارة اتباعت العمليات الرابحة اللي كانت بتحقق معدلات نمو للشركة، اتباعت بخسارة لأسباب لا نعلمها، بالرغم من ان هذه المشروعات كانت بتتنفذ بمعدلات جيدة جدا، وكانت بتحقق أرباح للشركة تصل إلى أحيانا إلى 45%. تم سحب أموال من البنوك المصرية بدعوى الانتهاء من المشاريع وتسليمها، نهزت حوالي 500 مليون جنيه، صرفت الأموال في أوجه أخرى غير أوجه العمل، وبالتالي أصبحت الشركة مدينة للبنوك بهذه المبالغ. وفي مقابل ذلك تنزلت الشركة عن المشروعات اللي اتسحبت الفلوس علشان تنتهي منها، تنزلت الشركة عن هذه المشروعات للبنوك، ثم قامت الشركة ببيع نفس المشروعات المتنازل عنها إلى شركات أخرى بالأمر المباشر. وهنا أنا عندي عملية توصف بأنها عملية نصب وتحايل على أموال البنوك. في نفس الوقت ما اتعملتش إجراءات سحب أعمال من المقاولين الأصليين اللي كانوا موجودين في المشروعات، وده إدى فرصة لهؤلاء المقاولين اللي كانوا بيحققوا نسبة ربح للشركة إنهم يرفعوا قضايا على الشركة. هذه القضايا عملت مطالبات قضائية على الشركة بلغت حوالي مليار وواحد من عشرة، يعني واحد وواحد من عشرة مليار جنيه. ميزانيات الشركة تم تزويرها بإضافة مبالغ وهمية وغير محققة وغير معترف بها من العملاء حوالي 212 مليون جنيه. ده أثر على المركز المالي والحسابات الختامية للشركة، ويضع مرتكب هذا الفعل تحت طائلة قانون رأس المال في مادة العقوبات. احنا من جنوب الصعيد، من المنطقة هنا وأسوان وسوهاج، بنعاني من مرتبات مفيش بقالنا 3 شهور، شهر 7 و8 والنهارده 14/9 مفيش مرتبات. فدي المشاكل الاولانيه، لكن احنا بنطالب بزياده زي الحكومه، عايزين 200% بدلات. احنا النهارده بناخد مرتبات اقل من اي شركه بره. انا النهارده بقى 14 سنه شغال، 19 سنه شغال، مرتبي 1400 جنيه. فين الحكومه؟ فين رئيس الوزراء؟ فين رئيس الجمهوريه؟ الناس اللي ما بتصلناش ليه النهارده؟ الناس دي بقى لها 10 ايام شغاله، مفيش اي حد مهتم بينا.
ولا شايف مصالحنا. احنا النهارده لو الواحد جرت له حاجه في الصعيد مفيش ازازه دواء بيعرف يشتريها، ولو بعتنا الفاتوره بتاعتها هنا بتخصم نصها، هنجيب منين؟ انا عندي فيروسي، عندي الكبد وبتعالج وخدت حقن، وليا 1500 فواتير ليها سنه ليها سنه ما جتنيش، والفواتير قاعده مع الطبيب كل ما يتكلموا عليها يقولوا مفيش فلوس مفيش فلوس، وبجيب علاج على حسابي، اجيب منين؟ احنا بنسال في رئيس الجمهوريه، هو ده اللي انتخبناه وقال لك انا هقف مع الغلبه، ما فيش غلبه احسن مننا، احنا كلنا غلبه بلا استثناء. لو الاستثمار كله بالشكل ده يبقى بلا استثمار. الحكومه ما بتعملش حاجه للعمال خالص، من ساعه ما جت بتقول انا هقف مع العمال ما بتعملش حاجه. احنا بقالنا 11 يوم بايتين هنا، ما فيش حد بيسال على عامل، لا مسؤول جالنا ولا حد جالنا، ما فيش الا ظابط جاي يخرج عشان يقول لك ما يا جدعان ما تخرجوش بره الباب يوم الجمعه عشان في مظاهرات. هو ده الحكومه الخطه بتاعتها الجديده، ان هي تقضي على العمال استثمار بايظ، شركه كلها منهوبه، اللي عايز يتعلم السرقه يجي الشركه دي. مفيش رئيس مجلس اداره الا لما يكون عليه مخالفات ماليه، ومفيش حد بيسال ومفيش حد بيحقق في اي حاجه. مرتباتنا وعلاجنا والعلاوه، الناس دي كلها هتروح فين؟ مصاريف واكل وشرب وداخل عيد اضحى ومدارس. 11 يوم واقفين يا فندم، الناس كلها جابت جاز، ما فيش، بقول لك بتلم على على القهوه كده الشكاره بتاعت اللي فيها الفحم والفحم، بيدوروا على حته لقمه ياكلوها. والله العظيم اجيب لك واحد اشرف ان هو بيلم على القهوه كده اهوت، يلاقي اي حاجه مش لاقيه، هنعمل ايه؟ بقى لنا 11 يوم مش لاقيين ناكل ولا نشرب. ده مدمن بطيء، ده موت اصلا يعتبر بالبطيء. انت هتبقى واحد غرقان، هتجيب هتنقذيه ولا حضرتك هتجيب غطاس عشان خاطر ينقذه؟ احنا مطلوب مرتبنا بس، ولا عايزين ارباح ولا حوافز، مرتبنا فين؟ نعمل ايه حضرتك؟